أنا حاسة إن عمري بيتسرق مني، حاسة إن حياتي بتضيع من غير ما أعمل حاجات كتير قوي كان نفسي فيها. أنا أكتر كلمة بكرهها إيه؟ عقبال عوضك. ماما دخلت في مرحلة متقدمة من المرض للأسف. وأختك عايشة فتة محلولة، وأنا بس اللي ليا الهم. وبلاش تحملي أمك ذنب إنك بورتي وبقيت عانس. أوعى تقولي لحد في المدرسة إنك بتروحي لدكتور نفساني. ها؟ بنراعي ظروف الزملاء، بالذات يعني لو عندهم أولاد أو لو معظم متجوزين. والراجل قال إيه غلط يعني؟ الموضوع موضوع نصيب. نسيان ده نعمة كبيرة بس محدش مقدرها. كأن الناس مصرة تفكرني إن في حاجة ضايعة. ممدوح. زي القمر الجزء الثاني، حدوتة عقبال عوضك، من السبت إلى الأربعاء 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.